في بيتي كله. هاي حياة هاي. والله العظيم خليها لربك، والله لا أبدع، والله لو الموت الواحد يبدع، والله يبدع. تلخص كلمات هذه اللاجئة السورية في أحد المخيمات التي غمرتها السيول والفيضانات في منطقة البقاع شرق لبنان مأساة اللاجئين في هذا البلد، والتي باتت الأوجاع والمآسي أبرز عناوينها. أطفال اثنين، أطفالتين بالغصب شنتين جيران جالوا لي، جوني مريض بالقلب، قل لي ألا ربك. فإلى جانب ما يكابده اللاجئون السوريون في لبنان من ظروف صعبة قاسية في جميع مناحي الحياة، كان عليهم خلال الأيام الأخيرة مواجهة ما حملته معها عاصفة نورما إلى هذا البلد من دمار ومآسي. فتحت كتل الثلج البيضاء بات هؤلاء يعيشون أقسى أوقات حياتهم. مخيماتنا كلها انتلت، نحن قاعدين بقصور. هاي قصورنا، ها هاي قصورنا، نحن داخلين على الله وعلى الطيبين. يرب من علينا يا عمي، التحن ابونا بالثلج من هالعالم. هاي المانا دايره علينا، لك دخيلك يا رب، حرقتونا حرق، لك لا مازوت لا خبز لا تغذيه. الصور التي تنقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لم تظهر إلا القليل مما واجهه اللاجئون ولا يزالون في لبنان من خطر الموت غرقاً في السيول التي اجتاحت المخيمات، أو تجمداً بالبرد القارس الذي هزم الكبيرة قبل الصغير. فالعاصفة الهوجاء نورما طالت عشرات المخيمات وأغرقتها تحت الثلوج والأمطار والسيول، حتى أن الكثير من الخيام باتت أثراً بعد عين. المفوضية العليا للاجئين قالت إن ما لا يقل عن 66 مخيماً غير رسمي في لبنان طالتها الفيضانات، بينها 15 مخيماً غمرتها المياه بشكل كامل أو جرفتها، ونحو 50,000 لاجئ سوري في لبنان يعيشون في نحو 850 مخيماً مهددون بالفيضانات. كلمات وبيانات اقتضى على مفوضية اللاجئين توضيحها في وقت يواجه فيه السوريون الموت غرقا وبردا في لبنان. فهل من بيانات أخرى في قادم الأيام تبرر وحشية أوضاع البؤس التي يعيشها هؤلاء اللاجئون في مخيمات عرف عنها منذ كانت أنها جالبة للموت؟